وسؤال آخر لك سيد رحيم، المعادلة السياسية الحالية في العراق هل تسمح بعودة زعماء الخط الأول لسدة الحكم مثلا؟ أعتقد أن هذه النقطة كانت جدلية بالنسبة للإطار التنسيقي، وشهدنا الكثير من اللغط السياسي فيها وكذلك الإعلامي، وبالتالي اليوم الإطار التنسيقي أصبح واضح أن جل المرشحين هم من الخط الثاني، يتصفون بمواصفات عديدة أهمها النزاهة وكذلك المقبولية الداخلية والخارجية، القدرة على إدارة الملف الحكومي بقدرة عالية، القدرة على الحسم والقرار وكذلك الرؤية، لأنهم جميعا أعتقد سوف يقدمون برامج للحكومة القادمة، وهذا ما يعني أعتقد هو الأفضل بالنسبة للحراك بهذا الاتجاه. الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة مسؤول عنها الجميع، الإطار التنسيقي أقصد وحلفائه، وبالتالي يجب أن يعزز هذا من قدرة رئيس الوزراء القادم بأنه قادر على أن ينهض بالقرارات السياسية والتنفيذية، وأنه يكون بمنأى عن حالة الضعف التي استمرت عليها الحكومات المتوالية السابقة، لأنها غير متبنات من جهات سياسية، وبالتالي كان الأمر بين قضيتين، أن لا راعي للحكومات والتنصل من المسؤولية وكذلك الفشل في الملفات العديدة.